اهلا بكم ببرنامج كومنت، حلقه جديده وترند جديد بكل الاخبار اللي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي. اكو من عندها اخبار وترندات محليه واكو عالميه. اليوم اول خبر ويانا رح نحكي على انجلينا جولي. تسربت في الاخبار صور للفنانه انجلينا جولي التي تبلغ من العمر 64 او 46 سنه مع ذا ويكند الذي عمره 31 سنه. طبعا التقطت لهم صور وهم في مطعم في إيطاليا، طبعاً كانت الأجواء رومانسية إلى حد ما، فالتقطت لهم صور وهم في داخل المطعم. خلونا نشوف صور لأنجلينا جولي وذا ويكند. هذه الصور اللي انتشرت لهم وتسريبات أخبار بأنهم على علاقة غرامية أو بأجواء رومانسية في داخل هذا المطعم. هذه كانت الصور لأنجلينا جولي والممثل ذا ويكند الذي عمره 31 سنة وهم يخرجون من مطعم رومانسي إيطالي، وبدأت التحليلات والتفاعلات لجمهور أنجلينا الكبير وأصبح الموضوع ترند، واستمر موعد العشاء لمدة أكثر من ساعتين، وهذا لا يعد أول ظهور لهم معاً. هذا مو أول ظهور لهم سوية، هذا أكثر من ظهور لهم، بس هذا الموعد أو هذا العشاء اللي تم بإيطاليا بأحدى مطاعم إيطاليا كان وقته ساعتين، أو المدة اللي جلسوا بيها مع بعض كانت ساعتين. هذه الأخبار كثير من البيجات تناولتها وحكت بأنجلينا جولي وصور المسربة لها من بعد زواجها أو طلاقها. اليوم بنشوفها ويا فنان آخر وفي موعد غرامي بإحدى مطاعم إيطاليا. هذا الخبر الأول اللي راح نحكي به أو حكينا به. عندنا خبر ثاني انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لشاب من محافظة الموصل، حيث يقوم بمبادرة بسيطة وجميلة يدعو فيها إلى إعمار مطار الموصل. دعونا ننتقل لمشاهدة الصور. هذه الصور لهذا الشاب وهو يسعى ويحاول أن يتم إعمار مطار الموصل من جديد. هذه كانت صور الشاب وكانت الصورة معبرة جدا وكانت فيها رسالة كبيرة للجهات المعنية بأن يتم إعمار مطار الموصل مرة ثانية من بعد الخراب اللي حل عليه من داعش وتدمير وخراب اللي حل على مدينة الموصل أو محافظة الموصل. اليوم نسعى إحنا هم نقدم أو ناخذ هيك أخبار حتى يصير إعمار بداخل الموصل وإعمار مطار الموصل الدولي. هذا كان خبرنا الثاني لليوم. ننتقل إلى خبر آخر ونروح لمصر. بكاء دنيا سمير غانم وغياب إيمي سمير غانم، حيث شاركت الفنانة دنيا سمير غانم في افتتاح الدورة الرابعة عشر من مهرجان القومي للمسرح المصري، وذلك في ظهور الأول لها بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز. خلونا نشوف الفيديو اللي انتشر لدنيا سمير غانم. هذا الفيديو أو تكملة هذا الفيديو وجهت الفنانة دنيا سمير غانم بالبكاء من سلمة جائزة تكريمية. طبعا كانت دنيا في حالة بكاء شديدة أثناء حديثها عن والدتها الفنانة دلال عبد العزيز ووالدها الفنان سمير غانم
والذي رحل عن الدنيا، وهي كانت في قمة الحزن الشديد لذكرى والدها ووالدتها في هذا التكريم، أو وجودها بهذا التكريم. قالت فد جملة أو فد عبارة كانت كلش أليمة وحزينة، قائلة بصوت مليء بالدموع: شكرا جدا لكل التكريمات لمامي وبابي، وعايزة أقول لكل الناس اللي بتدعي لنا شكرا جدا، حبكم هو اللي يصبرنا أو مصبرنا. ختمة المهرجان أو ختمة التكريم أو وقوفها لتكريمها بهذه الجمل، وتشكر كل المتابعين لدعوتهم إلها ولأختها وشقيقتها في هذا الظرف اللي مروا به بفقدان والديها، الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز. هذا كان الخبر اللي موجود ويانا عن مصر وعن احتفال والتكريم اللي صار بالمهرجان القومي للمسرح المصري. هننتقل إلى خبر ثاني. طبعاً الخبر الآخر خبر جميل، نحكي به عن الزيارة الأربعينية بالتزامن مع زيارة الأربعين وتوافد العديد من المسلمين من مختلف الدول. حصدت مقاطع فيديو نشرت على منصة إنستغرام عشرات الآلاف المشاهدات لأحد زوار مرقد الإمام علي عليه السلام، حيث بدأ الشاب اللبناني وهو مصدوم من شدة الفرحة وبوصوله إلى ضريح الإمام، وعبر عن مشاعره بصورة عفوية لاقت استحسان المتابعين أجمع. هذا الشاب اللبناني راح وزار مرقد الإمام علي عليه السلام، وكان الفيديو اللي نشر إلى فيديو عظيم وفيديو جميل لوصوله أول مرة لضريح الإمام. خلونا نشوف الفيديو ونشوف جمالية الفيديو. تعرفوا أنا هلأ وين؟ ولك أنا هلأ عند الإمام علي. يا إمام علي، ولك شايفين هيدي غبرة الأرض، هيدي غبرة الأرض كلها، ولك هيدي بتسوى الدنيا كلها كلها كلها، كل العالم تسويها لهيدي الغبرة، بتسوى كل العالم يا إمام علي. هذا الفيديو اللي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي وانتشر بالانستغرام، وكنا لازم ناخذ هذا الخبر ونحكي به ونشوف الناس اجمع مدى جمالية هذا المكان ومكان ضريح الإمام علي عليه السلام، حيث كانت تصرفات الشاب اللبناني تحاكي العواطف الصادقة وتدل على نقاء مشاعره وهو يدخل للمكان للمرة الأولى في حياته. طبعا هذه كانت الزيارة الأولى لهذا الشاب اللبناني وهو يدخل الضريح، وكانت هذه الكلام المعبر جدا عن المكان وعن التربة اللي موجودة حتى على الأرض. خلونا نشوف الفيديو مرة ثانية، الفيديو لازم ينعاد أكثر من مرة حتى نشوفه ونسمعه. يا إمام علي، ولك شايفين هيدي، تعرفوا أنا هلأ وين؟ ولك أنا هلأ عند الإمام علي. يا إمام علي، ولك شايفين هيدي غبرة الأرض، هيدي غبرة الأرض كلها، ولك هيدي بتسوى الدنيا كلها كلها كلها، كل العالم تسويها لهيدي الغبرة، بتسوى كل العالم يا إمام علي. تعرفوا أنا هلأ وين؟ هذا كان الفيديو، عدناه مرة ثانية لمدى جمالية هذا الفيديو والكلام اللي طالع من القلب من هذا الشاب اللبناني اللي زار مرقد الإمام علي عليه السلام وضريح الإمام عليه السلام. ننتقل لخبر ثاني. طبعا أعلنت مفوضية الانتخابات الحكومة ستقدم مكافأة خاصة مقدارها 10,000 دينار لكل ناخب يسرع إلى استلام بطاقته الانتخابية المطبوعة له والموجودة حاليا في مراكز تسجيل الناخبين لتحفيزه من المشاركة في الانتخابات. خلونا هذه الصورة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والخبر اللي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي وحتى الصفحات الرسمية للمفوضية انه هي راح تقدم مكافأة من الحكومة قدرها 10,000 دينار لكل شخص أو ناخب ما مستلم بطاقة الانتخابية إلى حد الآن. نعرف أو يعني الانتخابات قربت، ما باقي وقت قصير جدا على الانتخابات وقيام الانتخابات بالعراق، فالمفوضية تسعى أنه كل شخص وكل مواطن عراقي يستلم بطاقة الانتخابية حتى يشارك ويكون مشارك في تغيير الوجوه وتغيير الحكومة
بهذه الانتخابات وتسعى أنه كل الناخبين أو كل المواطنين اللي ما مستلمين بطاقتهم الانتخابية يروحون ويستلمون بطاقتهم الانتخابية، ويا البطاقة الانتخابية أو مع البطاقة الانتخابية راح تكون مكافأة من الحكومة العراقية قدرها 10,000 دينار حتى تحفيز لبقية المواطنين اللي ما مستلمين البطاقة الانتخابية أو ممحدثيها في هذا الوقت، لأن نعرف ما باقي شيء على وقت الانتخابات، أيام قليلة تفصلنا عن موعد الانتخابات. إن شاء الله تمر هذه الأيام على خير وسلامة، ويجي موعد الانتخابات ونشوف الكل رايح دا ينتخب ومستلم بطاقة الانتخابية للتغيير. هذا كان الخبر ويانا على مفوضية الانتخابات. ننتقل لخبر ثاني. الخبر الثاني أو الخبر الآخر غريب نوعا ما، ما نعرف صحة هذا الخبر، لكن انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي وردنا نشوف للعالم أنه هذا الخبر موجود أو هذا الفيديو موجود. طبعا تبقى الأعمار بيد الله، ولكل شيء جائز وكل شيء جائز، فعظمة الخالق وإرادته فوق كل الحسابات. نشرت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن امرأة تحتفل بعيد ميلادها لـ300. راح أعيد لكم الخبر، ممكن ما سمعتوا أو ما انتبهتوا. نشرت العديد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي عن امرأة تحتفل بعيد ميلادها لـ300. مثل ما قلت احنا ما نعرف صحة الخبر، بس هذه الأخبار أو هذا الخبر بدأت انتشر بأكثر من صفحة وأكثر من بيج بمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. هذه المرأة تعيش في باكستان تحديدا، وعمرها اليوم 300 سنة حسب ما نشر طبعا بالفيديو وبالخبر اللي كان مرافق لهذا الفيديو. خلونا نشوف الفيديو بخصوص هذه المرأة اللي تحتفل بعيد ميلادها لـ300. هذه المرأة اللي عمرها 300 سنة اليوم ده تحتفل لوصولها لـ300 سنة. طبعا الخبر قد يكون غير قابل للتصديق، فوصول شخص لهذا العمر سيجعله يعاصر أجيالا تلو أجيالا، ويجعله يرى تقلبات الكوكب السياسية والمناخية، وسيرقى قوانين تتغير وقرارات تصدر وتلغى، وسيمر أمامه كما كبيرا من الأشخاص، وربما سيقابل أحفاده إن أصح الخبر. ما نعرف مثل ما قلت إنه الخبر إذا كان صحيح، بس هذه المرأة وهذا الفيديو اللي انتشر لها بمواقع التواصل الاجتماعي وهذا عمرها، ومثل ما نشرت كثير من الأخبار سبحان الله، يعني حتى شكلها مبين إنه عمرها كلش كبير. الله يحفظها وإن شاء الله تحتفل بأعيادها أعياد ميلادها الجاية همينة. بالتالي خبر غريب وفيديو أغرب اللي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الأمرأة. تحديدا هي موجودة بباكستان مثل ما قلت، وصور لها هذا الفيديو بعيد ميلادها لـ300. هذا كان الخبر ويانا. عندنا خبر آخر، انتشر فيديو عن حشود في أحد الأسواق الصينية في مقاطعة شنشي متوجهين إلى محل أبل لشراء جهاز آيفون 13 الجديد بعد عرضه بالأسواق، وبسبب كثرة الحشود وتزايد أعدادها أجبر المتجر على الإغلاق ولن يفتح أبوابه إلا غد. احنا نعرف 2000 يعني آيفون 13 نزل بالأسواق وكان سعره جدا غالي في العراق، وهذه الأخبار اللي انتشرت بفارق السعر بين وجوده بالعراق ووجوده بغير بلدان ثانية، وكان سعره كثير غالي بالعراق، والناس على الرغم أنه سعره غالي بدأت تشتري وتروح للمتاجر اللي تتوفر يعني آيفون 13 بالأسواق. خلونا نشوف الخبر.
هذا الفيديو اللي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي عن الناس والحشود المتجهين لمتجر أبل لحصولهم على آيفون 13 الجديد بعد عرضه بالأسواق، وبسبب كثرة الحشود اللي صارت لمتجر أبل تم إغلاق المتجر ولم يفتح في هذا اليوم، أو بسبب هذه الحشود الكبيرة اللي راحت لتحصل على آيفون 13 إلا بعد يعني إلا اليوم اللي ورا يلا تم فتح المتجر أبل حتى يرجعون يعرضون للبيع الآيفون الجديد. هذه كانت كل أخبار كومنت لهذا اليوم وكل الأخبار اللي صارت ترند بمواقع التواصل الاجتماعي. حكينا عن هذه الأمرأة اللي صار عمرها 300 سنة، وحشينا عن المفوضية وإعطاء لكل شخص ما مسلم بطاقة الانتخابية 10,000 دينار، وحشينا عن دنيا سمير غانم وحصولها وتكريمها نيابة عن والديها الذي توفوا في الفترة السابقة بسبب كورونا ومرض كورونا فيروس كورونا. هذه كانت كل الأخبار اللي موجودة بمواقع التواصل الاجتماعي، وأكيد ما ننسى الشاب اللبناني اللي كان موجود بضريح الإمام علي عليه السلام وهو يقول كلمات معبرة جدا وكلمات جميلة جدا بسبب زيارته الأولى لضريح الإمام علي عليه السلام. هذا كل ما موجود بمواقع التواصل الاجتماعي والترند اللي صعد بالأخبار، أخبار السياسية والثقافية وكثير من الأمور اللي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي. هذا كان كل ما موجود اليوم بكومنت. نلتقيكم باكر بحلقة جديدة وترند جديد ديصعد بمواقع التواصل الاجتماعي، وراح نحكي أكثر بتفاصيل راح تنعرض وتنتشر لأول مرة وراح نتداولها ببرنامج كومنت. في أمان الله، نلتقي غد.